أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم على تلقيه رسالة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يؤكد فيها احترامه للمجلس وجهود السلطة التشريعية، ويطلب تأجيل جدول أعمال جلسة الغد إلى ما بعد عيد الفطر، وذلك التزاما بمذكرة السلطات الصحية التي وصلت إليه نسخة منها. بالنسبة لجلسة الغد، كما أعلنت وأخبرت الجميع يوم أمس بعد أن تلقيت اتصال هاتفي من أخي الفاضل سمو رئيس مجلس الوزراء يفيد بطلب تأجيل الجلسة، استلمت اليوم أيضا رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد فيها على احترامه وتقديره للمجلس وللسلطة التشريعية وجهود المجلس، ويطلب تأجيل جدول أعمال الجلسة إلى جلسة قادمة بعد انتهاء العطلة، يعني بعد العيد يتم الاتفاق عليها، وذلك بناء على لأن كان في رغبة أولية من الحكومة بحضور الجلسة، لأنه التزاما من مجلس الوزراء بمذكرة مرفوعة من السلطات الصحية، وأيضا تم إرسال هذه المذكرة إلى المجلس. طبعا هذا الأمر يخص الحكومة وتقديرها في هذا الموضوع. بالنسبة لنا غدا سأحضر إلى قاعة عبد الله السالم وسأرفع الجلسة بسبب عدم حضور الحكومة، وبعدها دعيت أخوان النواب من يرغب منهم إلى اجتماع في مكتب المجلس استمرارا للاجتماعات السابقة التي كانت تتم للتباحث والتشاور في العديد من الأمور، منها كيفية إبقاء الرقابة وخاصة الرقابة المالية على كافة التعاقدات الحكومية أثناء فترة الأزمة، وكذلك التباحث في العوائق الدستورية واللائحية التي تحول دون عقد الجلسات إلكترونيا أو أونلاين وعن بعد، بالإضافة إلى رغبة مجموعة من الأخوة النواب كلموني فيها بأن نرسل رسالة إلى الأخوة في الحكومة نطلب فيها يعني استعجال بعض القوانين والاهتمام في بعض الأمور وحل بعض الملفات على وجه السرعة، منها بعض المتعطلين عن إتمام إجراءاتهم الوظيفية، يعني هؤلاء بدون رواتب، بعض العاطلين عن العمل، خاصة يعني الناس اللي أرزاقهم أو رواتبهم متوقفة لأسباب إجرائية متعلق بالأزمة، هذه لازم تنحل، وأيضا الكثير من المواضيع اللي سبق أن ذكرتها في بعض المؤتمرات الصحفية السابقة. عموما غدا سأحضر ومن يرغب من النواب إلى الجلسة. الحكومة حسب ما أخبرتني لن تحضر، وبالتالي سأرفع الجلسة، ووجهت في الساعة 10:45 اجتماع عندي في مكتب المجلس لمن يرغب من الأخوة النواب. أطلب من النواب الحضور الساعة 10 لأن سيكون هناك فحص الموظفين، عددهم سيكون محدود وقليل لأن نعلم أن الجلسة لن يعني تعقد. ما بين 10 إلى 10:30 أطلب من النواب أخذ فحص الدم الذي سيجرى في المجلس.